اهلا بكم مره ثانيه. تعالوا بقى عشان نتعرف وبالتفصيل على رياضه الشطرنج في مصر وعلى الانجازات الكبيره اللي حققها منتخب مصر للشطرنج في الفتره الاخيره، ولا سيما اخر انجاز اتحقق وهو حصول المنتخب المصري على اكثر من حوالي 13 ميداليه متنوعه في بطوله افريقيا المقامه في زامبيا، وكمان بعد ما تصدر منتخب مصر للشطرنج المنتخبات الافريقيه في الاولمبياد العالمي المقام في الهند. الحقيقه كلام جميل جدا وانجازات عظيمه ومشرفه، وتعالوا بقى نعرف التفاصيل اكتر من خلال اصحاب الانجازات. معانا ومنورنا استاذ هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وكمان منورنا كابتن احمد عدلي وهو بطل العالم في الشطرنج والمدير الفني لمنتخب الناشئين. صباح الفل عليكم واهلا بيكم ومليون مبروك. صباح الخير على حضرتك. انجاز عظيم والله، انت منورنا في قناه الاهلي اول مره معانا، لكن دكتور هشام طبعا ده مكانك بقى، قابلنا اكتر من مره. بس عايز اقول لحضراتكم ان هم النهارده قالوا لنا قبل الهوا ان كانت صدفه التيشيرتات، بس انتوا عشان جايين النادي الاهلي طبعا فلازم اللون الاحمر ينور، صح كده؟ لا بس انتوا بجد منورين في الخارج وبطولات حلوه جدا. بس قبل ما نبدا بقى نتكلم عن الانجازات اللي حصلت واللي هو غير متوقع برضه، لو تسمحوا لي ان انا اقول ان احنا لعبه الشطرنج تحديدا مش كومن ان الناس عارفه ان احنا عاملين رانكينج فيها حلو، عندنا منتخب وعندنا ابطال وعندنا اسامي كبيره، لا وميداليات بنتكلم على 13 ميداليه دلوقتي. فخلينا نبدا كده، اصلا لما نيجي نتكلم عن لعبه الشطرنج في مصر، معلش نبدا من البدايه كده خالص، امتى ابتدى يحصل الطفره كابتن هشام؟ وامتى ابتدينا نشوف لعيبه يعني متالقه جدا؟ وايه الدول كمان اللي هي فيها تنافسيه مع مصر بشكل كبير؟ هو طبعا اولا بشكر النادي الاهلي، احنا متابعين مع حضرتك. لا حقيقه انتوا لكم دور كبير في التعريف بالشطرنج وانجازاته، لان دي مشكله احنا بنعاني منها في الناحيه الاعلاميه. فطبعا دي الشكر اولا واجب ليكم. الحاجه الثانيه، الشطرنج في مصر من اقدم الاتحادات، 1894 يعني 128 سنه اقدم اتحاد رياضي في مصر، ورغم ده مش واخد حظه او يعني بنقدر نقول اما بقى الانجازات والطفره الاخيره اللي حضرتك بتتكلم عنها دي بدات 2014. حلو. من 8 سنين بالظبط، طفره يعني الحمد لله غير مسبوقه وانجازات عالميه غير مسبوقه. بدات في النرويج 2014 لاول مره منتخب مصر للرجال والسيدات في الشطرنج ياخد ميداليه ذهب في اولمبياد عالم للشطرنج. 180 دوله ما شاء الله. وتجمع عالمي كبير، فحققنا الاول. احنا من 1800 و2014 كانت اول مره ناخد ميداليه انجاز عالمي ميداليه ذهب في اولمبياد وللفرق اول مره، وللفرق كان اول مره تحصل. أوكي. في 2014 في النرويج، وبعدين اتكررت في 2018 في جورجيا منتخب الرجال. كويس. والمره دي برضو حافظنا على مركزنا الطبيعي كاول افريقيا واول رجال وسيدات، والتاهل لبطوله العالم للقارات دي بطوله سنه بتقام كل سنتين، اقوى 10 دول في العالم اللي هو قمه يعني التوب 10 بالظبط. فدي الحمد لله دي الانجازات الكفرق، واما النتائج الفرديه فالحمد لله كتير. طبعا الكابتن احمد عدلي اول لاعب عربي بطل العالم، بطل العالم للشباب 2007 في ارمينيا، واخد اللقب من ابطال روسيا وابطال العالم، فكان انجاز مشرف. روسيا طول عمرها معقل الشطرنج يعني، وابطال العالم طول عمرهم من روسيا، فانت يعني في عقر دارهم الحمد لله. يعني ده كان حلم بالنسبه لي، انا كنت عملت سابع عالم رابع عالم ثالث عالم، والحلم كان بقى ان انا بلعب بطوله العالم تحت 20 في ارمينيا اللي هو في المعقل بتاع الاتحاد السوفيتي، دول الاتحاد السوفيتي نفسها ها كلها، وانا المصنف رقم 21 على العالم وقتها في 2007. فكان حلمي طب انا عملت ثالث، طب عايز اعمل اول بطل عالم، دي قفزه الحمد لله يا رب. يعني كان انجاز كبير قوي، حلم اتحقق الحمد لله. وحافظت بعد كده على ان انا كنت واخد بطوله افريقيا عده مرات وبطوله عرب عده مرات وبحر ابيض متوسط كمان، والحمد لله اتشرفت ان انا كنت كابتن الفريق في 2014 و2018 مع زملائي مع المنتخب، وان احنا نحقق ذهبيه الاولمبياد كمان. الحمد لله كانت انجازات كبيره قوي. بعد كده كملت لعب لحد دلوقتي، انا الحمد لله بطل افريقيا اخر ثلاث سنين، بس كمان بكمل حلمي ان انا يكون ليا بصمه ان شاء الله يا رب مع ناشئين مصر، ان الجيل اللي بعدنا يقدر يكمل ان شاء الله. بس لازم نعرف بدايتك برضو احمد، مش هقول كابتن احمد بقى احنا يعني مش لازم الفورماليتي قوي كده. انت اصلا حبيت الشطرنج ابتديته امتى؟ خلينا برضو نعرف يعني بطل كام بطل العالم يعني. انا بدات عندي 8 سنين سنه 95، وبعدين لسه كنت بتعلم هاوي، والدي كان بيلعب هاوي زي كل اهلنا وهم صغيرين يعني، واحنا صغيرين شويه كانوا بيتجمعوا التجمع العائلي اللي بنلعب فيه اللطيف ده. وبعد كده لقاني بحبها، فلقينا مكان بتدربت فيه
وبعد كده كنت اول محترف في تاريخ مصر في الدوري الانجليزي الحمد لله، وبعدين اتنقلت الدوري الالماني ولعبت في دوري فرنسا، خدت بطوله عرب عده مرات وبطوله افريقيا عده مرات الحمد لله وانا صغير، والحمد لله استمر المشوار. عاده لما يكون في حد ذكي حبتين، ودي طبعا رياضه الشطرنج بتعتمد على الذكاء الى حد كبير الى جانب عناصر ثانيه اكيد هنحب نتعرف عليها من حضراتكم، لما يكون حد لافت للنظر في الذكاء ويقول لك ايه ده اذكى اخواته. كابتن احمد بقى اذكى واحد في العالم، مش مجرد اذكى اخواته. بسم الله ما شاء الله عليك، طبعا انجاز عظيم وعايزين نتكلم معاكم اكتر، بس اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل دردشتنا. اتفضل. من 1894 بنتكلم تقريبا لحد دلوقتي، وعندنا او اسس اول اتحاد ومن اقدم الاتحادات في الرياضات المصريه وهو الشطرنج، ولكن بالرغم من كل ده بالرغم من الرانكينجز اللي احنا عندنا ما زال برضو الوضع مش واخد حقه شويه، او هذه الرياضه مش واخده حقها شويه، لغايه لما فرض بقى النجاح بقى امر واقع يعني، والبطولات بقت هي اللي بتتكلم عن هذه اللعبه، وبالتالي ابتدى يبقى في اهتمام من جانب الاعلام ومن جانب كمان الراي العام، صح كده؟ احنا نتمنى يبقى في مزيد كمان من الاهتمام، لان المحقق على الارض من هذه الرياضه كتير جدا، وناس ما تعرفش يعني برضو فئه كبيره من الناس ما تعرفش احنا واصلين لفين. انا مش هتكلم كتير، انا وكريم احنا عايزين نسمع منكم كابتن هشام طبعا وكابتن احمد. كابتن هشام، بالرغم من الرياضه دي قديمه جدا وعندنا دلوقتي بطولات وعندنا منافسات كويسه قوي من 2014 لدلوقتي التالق زي ما حضرتك كنت بتوضح لنا سائد على الارض، بس خلينا نعرف بقى اصلا يعني السن المناسب او السن الاعمار في الاتحاد عشان برضو الناس تبقى عارفه بيتراوح من كام لكام، ايه اللي ناقص الاتحاد لمزيد من التالق؟ كابتن احمد برضو يكلمنا، نفسك الرياضه دي مثلا تكون موجوده في نوادي معينه، خلينا نسمع منكم اكتر. هو طبعا حقيقه الشطرنج ممكن من 5 سنوات او ابتدي تعليم اللعبه 5 6 سنوات، ممكن 4 في بعض الحالات المميزه يكون الولد او البنت مميز، يعني هو عنده 5 سنين ممكن يبدأ. ممكن يبتدي يتحرك القطعه وتحركات يبتدي يتعلم يمارس اللعبه داخل الاسره الاول، او ينضم الاكاديميه يطور مستواه لو بان عليه. في اكاديميات عندنا كتير. كتير عندنا حوالي 20 اكاديميه، طبعا الكابتن احمد كان اول واحد يعمل اكاديميه دوليه في مصر معتمده من الاتحاد الدولي. حلو. وبعد كده بقى انتشرت الاكاديميات وصلنا لحوالي 20 كلها تحت مظله الاتحاد المصري، كلها تحت مظله الاتحاد، وبتتولى تدريب اللاعبين وتدريبهم واكتشاف المواهب وتطويرها. يعني الانجاز الاخير اللي حصل في زامبيا ده جزء كبير منه اكاديميه الكابتن احمد، ان هو طلع مجموعه ناشئين، صفرين 12 لاعب حضرتك، خدوا 13 ميداليه، 9 ذهب، 3 فضه، 1 برونز، الحمد لله سيطرة كبيرة. ده يطمنا كمان على اللي جاي. كابتن احمد كان بيدردش معانا في الفاصل وبيتكلم على الابطال المستقبليين اللي بيتم تجهيزهم وتحضيرهم، قال لك في البطلة عندها 8 سنين ومصنفة رقم 5 على العالم، مش كده برضه؟ مظبوط يا فندم، يعني انا فعلا حلمي ان احنا الشطرنج دوره الرياضة عامة بتبعد الجيل عن حاجات الوحشة وبتؤدي لان هو بياخد طريق سليم. تمام. ما بالك كمان انك بتعلم جيل يبني ويفكر ويخطط والتفكير الاستراتيجي بالظبط، مظبوط، والرؤيه الثاقبه. صحيح. واحنا دورنا كابطال ما ينفعش يبقى دورك كبطل رياضي ان انت مجرد انك عايز تلعب بطوله وتكسب وتدور على فلوس، لا انت عندك حلم كمان انك تساعد الجيل اللي بعدك وتسهل له طريقه. انا ده كان حلمي، الحمد لله لما طلعنا هناك احنا واخدين 9 ذهب من اجمالي 12 ذهب بننافس عليها، يعني انت سايب 3 ذهب لبقيه دول افريقيا كلها. ما حدش يزعل يعني، بس لا بجد والله يعني بتكلم بجد، برافو عليكم يعني، الحمد لله شيء محترم فعلا. وفعلا 9 ذهب دول منهم بنت عندها 8 سنين برافو. بدات معايا من وهي 5 سنين ونص، النهارده هي المصنفه رقم 5 على العالم، بطله عرب، ثاني افريقيا. الحمد لله عندي ولد عنده 10 سنين بادئ معايا بقاله 3 سنين، هو النهارده بطل افريقيا ومن المصنفين الاوائل على العالم وطالع ينافس على بطوله العالم باذن الله يا رب. الاتحاد المصري هيسفرهم في يوم 17 سبتمبر جورجيا عشان ينافسوا على بطوله العالم. احنا عندنا جيل طالع كبير قوي، حلمي اكيد ان الشطرنج يوصل لمصر كلها، لانه هيساعد الجيل الجاي انه يفكر يبني يخطط بشكل هادف وبشكل فعال فعلا. واكيد نفسي حلمي ان الاهلي اللي ليه بصمه في كل رياضه فرديه وليه خير على كل رياضه مصر ان يكون في شطرنج كمان، واتمنى ويكون ولو ليا دور بسيط قوي في ان احنا نساعد ان احنا نطلع ابطال عالميين من جوه الاهلي زي ما طلع ابطال عالميين كتار في تاريخهم ان شاء الله. من خلال القناه عندنا يتم يعني
توصيل صوتك. انا متاكده ان الفكره لو فعلا فكره جيده ممكن جدا انها تطبق عندنا باذن الله. يعني كابتن هشام عشان الوقت ما يجريش مننا برضو خليني اروح مع حضرتك شويه لفكره هنا الشطرنج، لان ممكن بعض الاهالي بتبقى قاعده تقول لك الله دي حاجه حلوه وبتنمي ذكاء الطفل، بس هي مش بس بتعتمد على الذكاء، اعتقد بتعتمد ان انا اقرا اللي قدامي اصلا خطوته اللي جايه ايه، فده فيها نوع مش بس من الذكاء، ده بيبقى ليفل شويه اعلى. لو حضرتك برضو تشرح لنا اكتر. هو طبعا بس هختم بحته جزئيه النادي الاهلي في تعاون قائم بالفعل ما بين اتحاد الشطرنج والنادي الاهلي من حوالي سنه ونص تقريبا. طب مش هتجاوبني على سؤالي؟ هجاوبك. جاي لك يعني طيب. لا الحقيقه النادي الاهلي النادي الاهلي متعاون معانا، واحنا اتحاد الشطرنج طبعا يساعدنا ويشرفنا التعاون مع النادي الاهلي باذن الله. قلعه الرياضه في مصر، فضروري يبقى في تعاون واستمرار. معلش بقى السؤال كان ايه حضرتك؟ شفت بقى؟ انا نسيته. لا لعبه الشطرنج تعتمد مش بس على الذكاء، لان ده مش المقياس الوحيد، فكره ان انا اتوقع كمان الرد الفعل اللي جاي او الخطوه اللي جايه من اللي قدامي او المنافس بتاعي، دي فيها نوع من اعلى شويه، ده بيتم تدريبه ولا لازم يكون عندك التالنت اصلا في البطل اللي جاي او الطفل اللي جاي يعني؟ لا بيتم تدريبه، حضرتك من ضمن التدريبات الاولى الناشئين بيدربوها في المدربين يعني بيدربوا الناشئين في بداياتهم ان هم يتخيلوا القدره على التخيل. أيوة لاعب الشطرنج عنده قدره عاليه على التخيل، زي عندنا في لاعبين بلايند فاقدين البصر او ضعف البصر بيحققوا بطولات عالميه لان أيوة قدرته على التخيل بتبقى عاليه جدا، بيتخيل الرقعه. في عندنا برضو بعض المسابقات ابطال العالم يلعبوا يعني من غير ما يشوف الرقعه يلعب مع 10 او 20 واحد ويتذكر كل حاجه. فالقدره على التخيل دي بندرب اللعيبه عليها، ان هم رقعه الشطرنج 8 في 8 يعني 64 مربع، كل مربع له حرف ورقم لازم اللاعب يتخيله، نساله المربع اي 4 دوت ابيض ولا اسود، المربع اف 6، كل مربع لازم اللاعب متخيل الرقعه عشان يقدر يحسب النقلات المستقبليه. لاعب شطرنج كل ما كان محترف كل ما كان بطل يقدر يحسب 10 نقلات 15 نقله مستقبليه ويقيم الموقف بعد 10 نقلات هتبقى الافضليه فين عشان يمشي في اللاين دوت او اللاين دوت. فالقدره على التخيل دي من ضمن التدريبات. تخيل حضرتك انا اسف معتذر، بس تخيل حضرتك انك بتعلم طفل كل هذه الامكانيات، ان هو بيتعلم قدره على اتخاذ القرار بخطوات علميه سليمه وازاي يتخذ قراره صح ويتحمل مسؤوليته، مع القدره على التخيل، مع قدرته على التركيز. واو. ويسيب التابلت بقى ده طبعا صح مفيد صح جدا للاطفال بالذات في المراحل السنيه المبكره، اكيد حاجه عظيمه. انا كنت لسه عايز اقول لكم اكيد الموضوع مليان تفاصيل تستحق مساحه وقت اطول من المتاحه لينا، لان احنا خلاص للاسف الشديد فقرتنا بتوشك على الانتهاء، يا دوب نلحق نشكر حضراتكم جزيل الشكر على وجودكم معانا في حلقه النهارده، نورتونا وشرفتونا ومليون مبروك مره ثانيه على الانجازات. مليون مبروك حقيقي ومزيد من التالق ان شاء الله كابتن هشام. شكرا وان شاء الله بتعاون اكبر مع قناه الاهلي ومع النادي الاهلي باذن الله. نشكر حضراتكم، هنروح لفاصل ونرجع للفقره الاخيره. الاخيره ازاي؟ الاخيره مع دكتور دينا ابو الصبر.